ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هيكون الفيديو عن ازاي نعمل اخفاء الاصدقاء على الفيسبوك، او ازاي عموما نتحكم في مين اللي يشوفهم ومين لا. عشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدأ الفيديو على طول. كده الفيس فتح معانا، هنيجي فوق ال3 شروط دول نضغط عليهم، هنزل تحت عند الاعدادات والخصوصية، هنضغط على الإعدادات، وبعدين هننزل لإعدادات الخصوصية، هنيجي تحت هنا هي مكتوبة من يمكنه الاطلاع على قائمة أصدقائك. أنا كنت عاملاها قبل كده إن أنا بس اللي أشوفها. في قدامنا كذا اختيار، أول العامة دي لكل الناس هتشوفها، أصدقاء وغير أصدقاء، اللي بعدها طبعا الأصدقاء اللي عندي هم اللي هيشوفوها، الأصدقاء باستثناء إن هنحدد ناس معينة هم اللي ما يشوفوش كده، أو أنا فقط. فاحنا نضغط على أنا فقط، وكده محدش هيقدر يشوف الأصدقاء اللي عندي غيري أنا. كده يكون الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم، نتقابل في فيديو جديد، والسلام.